نجاح الجمعية التعاونية هو مرتبط بأن تكون هناك سلسلة طويلة من السلع والإمدادات اللي تتوفر للمستهلك. هذا ما يمنح، ما ترى أنه يمنح الجمعيات قوة شرائية في الذهاب إلى المصنع المحلي المصدر الخارجي؟ هذا ينعكس على أداء الجمعية، تكاليف التشغيل، وفي نفس الوقت على الربحية وعلى أنها تقدم الأسعار بشكل أكثر انخفاض. في نموذج مميز في الاقتصاد التشاركي يسمونه الجمعيات المركزية أو التعاونيات المركزية. هذا عرضناه هذه التجربة ونجاحها في دول أخرى على مقام الوزارة واعتمدته، وأنشئ الآن جمعيتين مركزيتين، المركزية الزراعية والمركزية الاستهلاكية. أنا بتكلم عن المركزية الاستهلاكية اليوم عشان لا يقال دائما نحن زراعيين أكثر من نحن استهلاكيين. الجمعية الاستهلاكية تساهم فيها الجمعيات الاستهلاكية في المملكة، وكل على مساهمتها على قدر رأس ماله. هذه الجمعية المركزية الاستهلاكية مهمتها الشراء الموحد والبراندنج، أنها تشتري من الخارج، وبدأوا في 4 أصناف يستوردونها من الخارج ببراند اسمه تعاون ويوزع على القطاع التعاوني. واليوم كنا في اجتماع معهم وجدنا أن عندهم الرز التعاوني أقل مما هو في السوق من 30 إلى 35 ريال، لأنهم شروا كمية كبيرة واشتروا من المصدر نفسه، من المصدر المزاد من الخارج، يستوون خارج بالبراند حقهم باعتماد خارج. هذا لو دعم، لو دعمت الجمعيات المركزية كلهم يتخصصون. نبغى جمعية مركزية إسكانية. وش المعنى من أنه يدعم؟ هل هو مصالح؟ لا 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 لا, لا ليست مصالح، لكن عدم تفهم. إحنا نبغى الآن يعني أنا أقول مصائب دائم فيها، يعني كل ما ضاقت كل ما فرجت، دائم فيها فرص استفادة من التجارب. أيوة، نعم. فيها فرص. الفرصة اللي عندنا الآن إحنا نستفيد، ما هي أوجه القصور اللي كانت عندنا نستورد فيها وحنا نايمين؟ الآن العالم أصبح قرية لكن قرية ساخنة، يجب يعني لو ما قيادتنا ومملكتنا عندها قدرة مادية كبيرة وتأثير سياسي لا سلع كثيرة لم نراها على الأرفف. يجب الآن أن إحنا نعيد هيكلة عملنا وسلسلة الإمداد. هي مشكلة سلسلة الإمداد، كل ما طالت زادت التكلفة، وكل ما قصرناها باقتصادات الحجم صح خفت التكلفة، وبالتالي خفت على المستهلك وخفت الهوامش الربحية. احنا ما نستطيع نقول لا تبيعون بربح، فإذا ما باعوا بربح خسروا. هذه الجمعية المركزية وينها موجودة فيها؟ موجودة في الرياض، ثنتين جمعيتين مركزيين في الرياض، ستنطلق من الرياض وتمد أفرعها على مستوى المملكة العربية. انطلقت ولا ستنطلق؟ لا انطلقت هذا العام. طيب